بعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب حصل ارتفاع في مؤشرات البورصة، حصل التاني مجزرة بورسعيد وأحداث محمد محمود وشارع منصور عمل التاني انخفاض في البورصة. فالأحداث اللي في مصر بتأثر بالسلب أو بالإيجاب على البورصة، ده هنعرفه النهاردة معانا خبيرة البورصة رانيا المارية، خبير تحليل الأوراق المالية. صباح الخير ونهارك سعيد. صباح الخير يا أمان، نهارك صباح سعيد. الخير. البورصة كان في أجازة، كان في أجازة حقيقي في مولد النبي الجمعة والسبت والحد والحد. عشان مولد النبي، وهنرجع تاني النهاردة. النهارده تأثير الأيام اللي فاتت ايه هيكون على البورصة؟ انت قلتي فعلا البورصه بتتاثر بشكل قوي جدا باي مؤثرات موجوده في الدوله او في العالم كله، لان هي يعني اكتر مؤسسه حساسه للي بيجرى حواليها، لان هي بتتعامل في ايه؟ في الفلوس وفي الاستثمارات. ودايما عارفين ان الانسان اللي بيخش ويحط فلوسه بيبقى متخوف قوي ان هو عايز يختار المكان الصح عشان مش عايز يحط يخسر. فلوسه، مش عايز يخسر، فبالتالي بتتاثر بشكل قوي جدا لاي حاجه. اذا كانت ايجابيه بتتاثر بالايجاب، واذا كانت سلبيه بتتاثر بالسلب. الحقيقه زي ما قلتي ابتدت في شهر يناير البورصه ترتفع، وارتفعت من بدايه الشهر 28% نسبة ده رقم الارتفاع، كويس. كان طبعا ارتفاع قوي جدا، وكان قبل الأحداث المؤسفة بتاعت مجزرة بورسعيد الحقيقة، وبعد كده الأحداث اللي توالت بعدها. كان متوقع إن هو بعد الارتفاع ده يحصل نوع اللي احنا بنقول إيه، بعد لما الدنيا ترتفع والناس بتكسب بيحبوا يجنوا أرباح، أو يحبوا إن هم ياخدوا الأرباح اللي هم ابتدوا يربحوها في الارتفاع اللي فات ده. فكان متوقع إن هو يحصل نوع من التصحيح أو نوع من الهبوط علشان يحصل جني الأرباح ده، ده كان متوقع. ولكن اللي حصل بقى طبعا الأحداث المؤسفة اللي حصلت، اللي كلنا يعني اتأثرنا جدا وبكينا عليها، وبالتالي البورصة تفاعلت تفاعلت وتفاعلت وبكت بقى، بكت خسائر. كان الخميس ده كان خسائر أول ما فتحت، كانت ابتدت الخسائر تبقى عالية قوي، وصلت ل 4.5%، وأنهت اليوم بحوالي 2.5 أو 2.2%. يعني بعد ما نزلت من اول جلسه ابتدت ترتد تاني، ومش هنقول كسبت ولكن قلصت الخسائر اللي هي بدات بيها اليوم ده. كان يوم الخميس، وكان الخميس تفاعل البورصه، وكان اعتراض، مش بس تفاعل للاحداث، اعتراض بقى البورصه على ان هي اللي بيحصل ده. يعني كان شيء مؤسف لينا كلنا، وابتدت يحصل هذا هبوط. الهبوط. تعالي نقول شويه ارقام كده على تمام. المؤشرات اوكي بتاعتنا. احنا هنقول الخميس اغلى كام، وكان الخميس اللي قبله كام. احنا متفقين ان هو من اول الشهر طلع 28%، فبالتالي هو نزل، بس في اي جي اكس 30 اللي هو المؤشر الرئيسي بتاع البورصه المصريه، بيحتوي انشط 30 شركه، كان اغلق على ارتفاع طول الاسبوع. هو يوم الخميس هبط، ولكن مقارنة بالخميس اللي قبله كان في ارتفاع بنسبة 3.4%، وكان طالع من الخميس اللي فات للخميس، من الخميس اللي قبل اللي فات للخميس اللي فات 151 نقطة. أغلق عن مستوى 4584، وكان يوم الخميس اللي قبله 4432. اي جي اكس 70 اللي هو بيحتوي الأسهم المتوسطة والصغيرة ما طلعش زيه، ولكن كان هبوط طفيف قوي 0.2%، بما يعادل 0.94، يعني مش واحد. فأغلق عند مستوى 445، ده برضو من الخميس اللي فات والخميس اللي قبله، كان اللي قبله 446. الاي جي اكس 100 اللي هو بيحتوي الاثنين بقى مع بعض، بيديك المؤشر بتاع كل السوق كان عامل ايه، كان الصعود طلع 1.7%، وبيعادل 12.35 نقطة، وأغلق عند مستوى 733، وكان يوم الخميس اللي قبل فات 720. ده كان تفاعل البورصة، بقولك تفاعلها مع ذكرى الثورة كان وبداية البرلمان، كان تفاعل إيجابي جدا، طلعت 28%، وكان زي ما قلتلك متوقع إن هو يحصل تصحيح، ولكن الأحداث المؤسفة دي أعتقد خلت غيرت كل التوقعات. يعني هيحصل تصحيح هبوط، كان متوقع إن يحصل كده، بس طبعا التفاعل بين الأحداث اللي بتحصل دي وعدم الاستقرار الموجود يعني تذبذب ما بين احنا مش عارفين احنا هنعمل ايه، ليه الحاجات دي بتحصل، مين اللي وراه. عارفه ما هينفعش نتكلم عن الاقتصاد من غير ما نرجع للاحوال السياسيه في صح. البلد والاحوال الامنيه، واحنا مستقبلنا ايه، لان الاقتصاد ما هو بيعبر عن ايه، بيعبر عن
مستقبل الدولة، والبورصة بتعبر عن المستقبل الاقتصادي اللي موجود جوه الدولة. فعشان كده مفيش انفصال، مش هنقدر ننفصل. فدايما لما هنتكلم عن البورصة هنقول لا، احوالنا عاملة ايه، والبورصة هتبقى عاملة ازاي لو احوالنا استقرت. اكيد هتستقر. فعشان كده انا بقولك مفيش في مصر هنا أزمة استثمار أو أزمة سيولة. في أزمة سياسية فبالتالي بيحصل أزمة في البورصة. برافو عليك. في أزمة استقرار، هي دي الأزمة اللي عندنا. إنما مصر يعني مليانة كوادر كويسة، ومن الدول اللي هي فيها عارفة جاذبة للاستثمار، ولكن مش جاذبة في الاستثمار في هذه الأجواء أو في هذه الظروف أو في اللي احنا فيه من عدم الاستقرار. فإحنا لا، إحنا محتاجين بقى يعني نقف وقفة كده مع نفسنا ونقول احنا عايزين نوصل لإيه. لأن مفيش حد فينا أكيد عايز عدم استقرار لمصر، مفيش حد فينا عايز إن الدنيا تبقى فيها نستمر على الضبابية اللي احنا فيها نستمر. في أخطاء وعايزين نصلحها، وفي مطالب عايزين نستكملها، ولكن الكيفية إن احنا نعمل ده ازاي، طريقة تعبيرنا عن مشاكلنا المفروض تبقى غير كده. احنا مش عايزين نعبر عن المشاكل، احنا عايزين نحل المشاكل، احنا عايزين نبني، احنا عايزين أجيلك وأقولك البورصة مستمرة في الارتفاع من الأسبوع اللي فات والنهاردة ارتفعت وبكرة في توقعات بالارتفاع. بس انت لما هتيجي تقولي لي انت شايفه البورصه عامله ازاي، انا هقول لك تعالي احكي لك كده من اول 2011 كانت البورصه 7245 الارقام. خلي بالك يعني خلي بالك بقى، كنا 7245 نزلنا وصلنا ل 3600. يعني شوفي اكتر من 50%. وابتدينا نطلع تاني في شهر يناير، اللي انا قلت لك شهر يناير كان شهر كويس، وابتدينا نطلع 28%، وصلنا 4700. وابتدينا بعد الاحداث المؤسفه دي احنا زي ما قلت لك اغلقنا 4584. ده المؤشر الرئيسي بتاع البورصه. فده بيقول لك ايه، احنا من بدايه السنه كنا ابتدينا ننزل لغايه لما هبطنا خالص. ابتدينا السنه الجديده، ابتدى البرلمان، ابتدى نحس ان في شويه استقرار، في هدوء، داخلين على منظومه جديده من العمل، ويعني الدكتور الجنزوري ابتدى يشتغل شويه، وابتدى يبقى في شغل ان احنا عايزين بقى نستقر ونبتدي نبني. ابتدت البورصه ترتفع، وابتدينا بقول لك وصلنا 4700، نزلنا تاني. احداث مفاجاه حصلت غيرت ان احنا ننزل او نصحح، لان البورصة ما بتمشيش خط مستقيم صعود وخط مستقيم هبوط. بتعمل ايه؟ بتطلع وبعدين تريح وتطلع وتريح هو ده الطبيعي بتاعها. بس احنا عايزين الطلعات تبقى اكتر من التصحيحات الهابطة، وهو ده اللي بنقول عليه الاتجاه الصاعد. احنا طالعين لفوق. يعني اطلع هقولك مثلا اديكي ارقام كده، اطلع من 5 جنيه اوصل 6 جنيه وريح اوصل 6 الا ربع، يبقى انا كده في اتجاه صاعد. بس في تذبذبات بتحصل بتخليني اريح، تذبذبات بسيطة او جاني ارباح، او الناس اللي كسبت عايزين نستكمل بقى المشوار. عايزين نستكمل المشوار في البورصة، عايزين نستكمل المشوار في السياسة، عايزين نستكمل المشوار في الامن. مين فينا عايز ينزل من بيته ولا ينزل ولاده ومش عايز يحس بامان؟ والامان ده يعني احنا بنتكلم اي بي سي استثمار، امان، امان في الدولة اللي الناس جايين يستثمروا فيها، امان للمستثمر اللي حاطط فلوسه حتى المحلي. انا مش هقول لك المستثمر الاجنبي، انا لو هحط فلوسي عشان استثمرها في اي حته، هل انا هبقى عايزه في البنك؟ يعني لسه كنت عايزه اسالك السؤال ده، لان البورصه المصريه مش المصريين بس اللي بيستثمروا فيها، دي فيها استثمارات اجنبيه كمان. الاحداث اللي جاريه واللي حصلت اثرت ازاي على الاستثمارات الاجنبيه؟ بصي انا هقول لك حاجه، انا هقول لك يوم الخميس حصل مين اللي اشترى ومين اللي باع. بس لازم نبقى عارفين ان في مقولة معروفة جدا اسمها ان رأس المال جبان. دي مقولة اقتصادية معروفة. يعني ايه جبان؟ يعني مش هيتحط في الحتة اللي ممكن يبقى مهدد فيها، لا، هيتحط في الحتة اللي هو عارف كويس قوي ان المكان ده سالم وآمن فهيحط فلوسه فيها. فانت قولي لي في ظل الاحداث دي مين هيحط فلوس؟ ابتدت الحقيقه في شهر يناير بعد الانتخابات ومجلس الشعب ابتدى يشتغل، ابتدى يحصل دفعه للسيوله في السوق، وكانت واضحه، وبقول لك طلعنا 28%. بعد كده ايه اللي حصل؟ حصل الاحداث اللي خلت الناس لا ترجع تاني وتخاف.
طيب ده هيخلص امتى؟ ده هيخلص هيحصل ايه فيه؟ هيحصل ان هو لو فضلنا مش عارفين المسؤولين هيتخذوا قرارات ايه، فضلنا سياسه الايدي المرتعشه، احنا لا مع ولا ضد، اكيد اللي حصل ده مرفوض تماما. ولكن احنا لما بيجي لنا كارثه ما بنعالجش الكارثه، بنعمل كوارث كتيره متتاليه بعدها. احنا كلنا بكينا دم على الشباب، ارواح الشهداء. طيب انا عشان زعلانه على ارواح الشهداء ازود في جرحى وازود في شهداء، مش هو ده الحل. الحل بتاعنا ان احنا لا، احنا عايزين حقوق الشهداء دي والناس اللي كان ليهم يد يتحاكموا يعني العقاب يبقى عليهم، والناس اللي ماتوا ده حقهم ما يروحش هدر. عايزين كده، بس مش عايزينها بطريقه ان احنا نزود بقى جرحى ونزود شهدائنا ونبكي اكتر، لا، عايزين اسلوب علمي ومنهجي. عايزين مطالبنا تتم، عايزين الثوره كل مطالبها بتتم، عايزين نتحول لدولة مدنية، كل ده عايزينه يتم، بس عايزينه يتم بطريقة ما يكونش فيها ضرر تاني، ما نضرش. تعالي بقى اقول لك المستثمرين اللي حصل يوم الخميس كان مين اللي باع ومين اللي اشترى. المصريين كانوا استحوذوا على السوق بنسبة 76%، والعرب بنسبة 9% والأجانب بنسبة 15%. الأجانب كان هم الجانب اللي بيبيعوا، الأجانب كانوا بايعين يوم الخميس بقيمة 92.5 مليون مقابل شراء 65.6 مليون. الشراء كان للمصريين والعرب. خلاص. الأفراد، في أفراد ومؤسسات. الأفراد العرب والأجانب كانوا هم اللي بايعين، والأفراد المصريين كان هم اللي كانوا شاريين. والأفراد المصري الأفراد كلهم كانوا مستحوذين على 69% من التعاملات بتاع السوق. المؤسسات المصريين والعرب كانوا هم اللي شاريين، والمؤسسات الأجانب كان اللي هم اللي بايعين. فأنت تقولي لي الأجانب كانوا بيعملوا إيه؟ الأجانب كانوا بيبيعوا. وده خارفين. طبعا احنا متفقين، أول كلمة قلتها لك إيه؟ رأس المال جبان، هيحط فلوسه أو هيخلي فلوسه تستمر في سوق فيه عدم استقرار وعدم أمن، ومش عارفين رايحين لفين. ليه؟ لازم يحط فلوسه في حتة هو متأكد أن يعني خلاص أنا هحط فلوسي عشان أخدها بعد كده بقيمة أعلى. هو ده الاستثمار. مش هحط فلوسي عشان أخدها بقيمة منخفضة. فعشان كده كل الأحداث اللي موجودة في مصر هتأثر على المستثمر الأجنبي. هياخد قرار على أساس اللي بيحصل دلوقتي. هل اللي بيحصل دلوقتي بيديني رؤية للمستقبل إن هنكمل في الاستقرار اللي احنا بقولك بدأناه من أول السنة؟ كان في استقرار سياسي وكنا كلنا حسينا بالموضوع ده، وكان في ظهور أمني في البلد وكنا ابتدينا نشوف الامن. عايزين نزود الاستثمارات الاجنبيه، مش عايزين نخليها تقل. مش عايزين، هو طبعا اكيد عايزين الاستثمارات الاجنبيه، علشان احنا لما قلنا يا ثوره كنا بنقول ايه؟ حريه، عداله عيش، وعداله اجتماعيه. فاحنا العداله الاجتماعيه والعيش اللي احنا عايزين لازم يبقى في استثمار، لازم يبقى في اقتصاد قوي عشان نقدر نحقق المطالب دي. مش بس احنا بنطالب المطالب دي واحنا مش عارفين نحققها ازاي، بنطالبها وعارفين احنا هنوصل ليها ازاي. وبالتالي احنا علشان نقدر نقول بورصه مستقره، اقتصاد قوي، مطالب عايزين نحققها، لازم نسعى لهذا، ومش نسعى بس بعواطفنا. اكيد كلنا عايزين نقف وقدام الناس اللي قتلوا الشهداء وعايزين نحقق المطالب، بس مش بالعواطف هتتحقق. مش عايزين يعني الكلام ده ننزف دم تاني علشان ناخد حق الشهداء اللي ماتوا. حقيقي طبعا، حقيقي ايمان. طيب تنصحي بايه المستثمرين في مصر اللي تاثروا بالازمه الاخيره؟ بصي انا هقول لك حاجه، احنا الفتره الاخيره دي زي ما قلت لك كان حصل حاله من الصعود، ال 28% اللي ابتدت تطلع، وابتدينا احنا في البورصه نقول لا، ده الطلعه القويه دي. دايما لما بقى في طلعه قويه ايمان، ما ينفعش نقول دي طلعه تصحيح كده وخلاص، لا، ده كان واضح ان في سيوله داخله وان في طلعه قويه. فدي كانت بادره امل فعلا للسوق المصري، وانا لسه بقول لا، في بادره امل قويه جدا ان السوق المصري هيستمر. ايه اللي هيحصل؟ احنا حكمنا الاحداث اللي حوالينا، فانا هقول لك ارقام. احنا اغلقنا 4584 كان يوم الخميس،
عندنا نقط احنا بنقول عليها نقطة دعم. النقطة الدعم اللي عندنا بعد كده 4500، ممكن ننزل النهاردة لو نزلنا وصلنا 4500 وقفنا عليها وابتدت الأمور تتحسن. احنا شفنا إجراءات حصلت من امبارح للنهاردة، شفنا ان الرئيس السابق هيتنقل لسجن للمستشفى سجن تورة، وان بقية النظام السابق هيتشتتوا يعني من بقى في إجراءات هتتم. ايه اللي هيحصل والبورصة هيحصل فيها ايه؟ لازم زي ما بقولك سياسة اليد المرتعشة دي خلاص تقف، لازم يبقى في قرارات حازمة، لازم مواجهة للمواقف بقوة علشان البورصة تقوم حالها. احنا عندنا 4500 الدعم بتاعنا، عندنا الدعم اللي بعته 400، يعني شوفي جاب قد ايه، في 300 نقطة ما بين الدعم الاولاني والدعم التاني. قدرنا نقف وقدرنا ناخد قرارات وقدرنا يعني نعدي الفترة دي عند مستوى 4500، هيبقى هو ده الدعم بتاعنا. ما قدرناش هيبقى عندنا دعم تاني 400. انما اقول لك ايه اللي هيحصل النهارده او ايه اللي هيحصل، ايوه عايزه اعرف ايه اللي هيحصل يعني النهارده. طبعا زي ما البورصه تفاعلت بالاحداث هتتفاعل النهارده بالاحداث، الرؤيه غير واضحه حتى الان هتتفاعل. مش هينفع اقول لك النهارده في صعود او النهارده في امل، ولكن كل ما كانت يعني المسؤولين عندهم حزم وقوة في اتخاذ الإجراءات واتخاذ القرارات اللي من شأنها أنها تساعد أن يحصل استقرار في الدولة، كل ما سرعنا في أن يحصل استقرار في البورصة وقدرنا نعدي الفترة دي على خير ونستكمل الحالة من الاستقرار النسبي اللي احنا كنا بدأنا بيها السنة، وتطلع البورصة إن شاء الله وتطلع مصر كلها من الكبوة اللي احنا فيها دي على خير إن شاء الله. الموقف المنتظر للمستثمرين الأجانب في الحالة اللي احنا فيها في البلد، هل هيستمروا في الانسحاب من يعني يبيعوا في الأسهم بتاعتهم في البورصة، ولا يعني ممكن يحصل شراء الفترة اللي جاية؟ يعني أنا هقول لك حاجة، لما بيحصل في موقف معين أو إيفنت أو حدث معين سيء، بيحصل في البداية البيع الهستيري أو البيع اللي بيبقى فيه بفزع ده، الناس عايزين يخرجوا قبل ما تحصل كارثة. أول ما الدنيا بتتوقف بتبقى فرصة شراء، لان هي يعني ممكن اللي باع يرجع يشتري اللي تاني، اللي باع هيرجع يشتري تاني. ما انا بقول لك ده يتوقف على حال مش حال البلد، القرارات اللي هتتخذ. يعني القرارات اللي هتتخذ والاجراءات اللي هتتخذ في ظل الموقف اللي احنا فيه ده، ممكن تكون النزله اللي فاتت دي نزلت لفرصه للشراء ويبقى سيوله زياده، بس عايزين قوه بقى من يعني المجلس العسكري وقوه من الحكومه ان يحصل اجراءات تساعدنا ان احنا نخرج من الموقف المؤسف اللي احنا فيه. استاذه رانيا الماريه خبيره تحليل الاوراق الماليه، نورتينا النهارده في نهارك سعيد. شكرا، ميرسي لحضرتك. مشاهدينا خلصت فقرتنا دلوقتي، بس لسه مكملين معاكم بقى في فقرات نهارك سعيد.